تواجد المربد بأعمال الليلية اللي تجرى من قبل وزارة الموارد المائية لكري هذا النهر. تفاصيل من خلال أستاذ جمعة اللي طعنا على الأعمال اللي تجرى حاليا في هذا المساء. السلام عليكم أستاذ جمعة. وعليكم السلام أستاذ، كل أهل بكم وبخناة المربد. رئيس مهندسين أقدم جمعة الشيخ ضيدان المالكي، المهندس المقيم اللي عمل تطوير وتأهيل نهري الخندق والعشار، وكذلك هنا ضمي الخندق والعشار. نعم، بس هذا النهر خلينا نذكر شنو اسمه؟ هذا نهر الخندق. نهر الخندق. نعم. هذه الحملة نقدر نقول اللي بدأت من اليوم ولا صار فترة مستمرة؟ إشارة إلى توجيهات معالي وزير الموارد المائية وسيد مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، قامت مديريتنا وبتنفيذ مديرية صيانة البصرة بعمل تأهيل ناظمي الخندق نهري الخندق والعشار، وكذلك ناظمي الخندق والعشار من أجل بصرة أجمل، حيث تشمل هذا المشروع أولا التطهيرات وربط نهر الخندق بنهر العشار، وعمل تكسية حجرية وعمل جدار ساند، وكذلك نصب مضخات عائمة كهربائية عدد 2 في ناظم العشار اللي عمل لوب حركة مائية بين ناظمي بين نهري الخندق والعشار، وكذلك رفع الترسبات والأطيان والإدغال عن النهرين لأجل المساهمة في تطوير محافظتنا محافظة البصرة. أستاذ جمعة، الجهد الحالي اللي يعمل أو الكادر اللي يعمل هو موجه من قبل وزارة الموارد المائية، لكن الآليات هي تابعة إلى محافظة البصرة؟ العمل كله بإشراف وبتوجيه الوزارة معالي السيد الوزير، آليات مديرية صيانة البصرة، وكذلك أكو آليات مساهمة من بقية المحافظات لإسناد الجهد الآلي في هذا العمل. المواد اللي تطلع من النهر السادة جمعة وين راح تكون موجودة؟ بصراحة عندنا آليات 20 تريلة قلاب وأربعة حفارة ذراع طويل واثنين حفارة برمائية، نقوم بتطهير ورفع الترسبات ودفعها ونقلها في منطقة الطمر الصحي خلف جسر الزبير. يعني الأعمال هي ليلية من أجل يعني فتح المجال لحركة المواطنين، ولا أيضا بالنهار أكو شفت صباحي. تعرف حضرتك المنطقة مزدحمة، آلياتنا عديدة، ما نريد نأثر على حركة السير والازدحامات، فارتئينا العمل ليلا حفاظا على سلامة المواطنين ولزيادة الحركة وزيادة الإنتاجية. إذا أستاذ جمعة، مستقبلا الجنبة السياحية راح تكون بهذه الأنهار، يعني حخلي بعد نط الصورة أوسع عنه. نعم، هو أمن نرجع نهري الخندق والعشار إلى عصر السبعينيات القرن. نعم، إن شاء الله، ووزارتنا عازمة على تنفيذ هذا المشروع، وإن شاء الله بصرتنا أجمل بجهود أبطال موارد المائية في البصرة والوزارة ودعمهم اللامنتهي من أجل تنفيذ هذه المشاريع. أستاذ جمعة، أكيد جهد الوزارة وجهودكم واضح، لكن يبقى دور المواطن للحفاظ على ما سينجز إن شاء الله. شنو الكلام اللي توجه المواطن للحفاظ على هذه؟ والله إحنا نرجو المواطن، إحنا قاعد نتعب، شوفون الجهد الآلي والإخوان والمهندسين من أجل تنظيف البصرة. نرجو من المواطن عدم رمي النفايات في النهر، يعني هذا بصراحة كل شيء يألمنا، يعني احنا قاعد نشتغل واكو مواطنين قاعد يرمون النفايات، هذا صعب علينا والله. هو يفترض البلدية تقوم بالمراقبة. ان شاء الله نشوفك على خير. شكرا، كل الهل بيكم وبقناة المربد، متشكرين تعاونكم معنا، شكرا جزيلا.
ايضا نلتقي بست زينب كريم من قبل مديريه صيانه المشاريع، ايضا نتحدث معها عن العمل الحالي وكيف راح تكون هذه الانهر مستقبلا. مرحبا سي زينب. اهلا وسهلا، الله يخليكم، رحم الله والديك. المديريه تعمل على تطهيرات، اعمال تطهيرات في محافظه البصره، وكذلك اعمال اضافيه عديده، و اي عمل يعني اضافي يكلف من قبل الوزاره وباشراف الموارد المائيه تقوم بتنفيذه مديريه صيانه مشاريع وري البصره. العمل الرئيسي هو اعمال التطهيرات. بالامكان ايضا نقول تعميق اكثر للانهر يعني بعد ازاله الترسبات؟ نعم 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 استاذ، الى منسوب اقل شيء ناقص واحد يعني. زين، بتعرفين هو العمل يكون تكاملي يعني، فدور اللجنه النيابيه للزراعه والمياه والاهوار في البرلمان يعني. نعم 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 نعم، دور كبير جدا من قبل النائب فالح الخزعلي وزيارته المستمرة إلى مقر المديرية والتأكيد على كافة المشاريع وزيارته الميدانية. يعني هذا العمل اللي احنا نقوم بتنفيذه تقريبا يعني إذا مو يوميا فبالأسبوع 3-4 مرات. الأستاذ فالح حسن الخزعلي المسؤول عن لجنة المياه والزراعة متابع لأعمال مديريتنا ويقوم بتثمين الجهود. يعني الآليات شونها كافية لسد عملكم أو سد حاجة هذا المشروع؟ احنا في حاجه طبعا ماسه الى الاليات، لان الاليات تعرف يعني مع استمرار الوقت يعني تعرضت الى صيانه يعني مستمره وعطلات مستمره، فيعني كل ما تكون الاليه متجدده كل ما العمل يكون اكثر يعني، فنحتاج الى اليات. يعني ايضا نفس الكلام اللي ذكرته الاستاذ جمعه، الرساله اللي توجهينها للمواطن للحفاظ على ان شاء الله اتمام المشروع هذا. انت شوف يعني العمل يعني دؤوب وليلا وبتيره متصاعده وباشراف الجهات الموارد المائيه ووقفه يعني نقول الابطال وجهد قادم من المحافظات، فنامل من يعني سكان المحافظه ان يساعدونا بس بعدم رمي النفايات، لان هذا مصلحه المدينه، يعني المدينه تمثل العاصمه الاقتصاديه للبلد، فكل ما تكون اجمل كل ما يكون يعني لنا احسن يعني، واحنا نعمل جاهدين على ان نظهرها بالمظهر الحسن، وخاصه وزاره الموارد المائيه يعني وبرعايه معالي الوزير الاستاذ عون ذياب عبد الله، مهتم جدا يعني بالموارد المائيه في البصره و متابعه وزاريه. طبعا متابعه وزاريه مستمره. ان شاء الله نشوفك على خير دائما. رحم الله والديك، شكرا جزيلا لقائكم. الف شكر.